شدد وزير الخارجية أو وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية اليمنية. وخلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أشاد بن مبارك بالتوجيهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي وبالمشروعات العملاقة التي ستكون لها أثر كبير على الواقع المصري وستمتد انعكاساتها التنموية للإطار العربي. يشار إلى أن اللقاء كاملا سيذاع في حلقة من برنامج رأي عام مع عمرو عبد الحميد غدا الأربعاء في 9 مساء. التقيتم مع وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، يعني بماذا تصف الآن العلاقات المصرية اليمنية؟ العلاقات اليمنية المصرية علاقات تاريخية. اليمن دائما ينظر يعني بعين التقدير العالي والثناء الكبير لدور مصر تاريخيا، يعني وقوف مصر يعني في مع الثورة اليمنية يعني ونظامها الجمهوري و العدد الكبير من شهداء مصر الذين اختلطت دمائهم بدماء اليمنيين. اعتقد هذه تحصن هذه العلاقه وتعطيها يعني ابعاد مختلفه عن اي الاهميه الاستراتيجيه لبلدينا في البحر الاحمر وسيطرتنا على مدخليه، تعطي اهميه كذلك استراتيجيه لطبيعه هذه العلاقه. مصر جزء من التحالف العربي لدعم الشرعيه، لدينا علاقات متميزه ومتناميه مع جمهوريه مصر العربيه. نحن نعتقد بانه امن مصر واستقرار مصر هو استقرار المنظومه العربيه بشكل كامل. نشعر باطمئنان كبير جدا ونحن نرى يعني كيف تواجه مصر هذه التحديات، ونامن كثيرا ونحن نرى مصر في الاتجاه الصحيح. نسعد كثيرا بهذه التوجهات الاستراتيجية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبيعة المشاريع العملاقة التي نعتقد أنها سيكون لها أثر كبير في قادم الأيام على مصر وستنعكس علينا كعرب بالتأكيد. هناك قضايا ثنائية كثيرة جدا، نحن بصدد إعادة تفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين اليمن ومصر، هناك مجالات كثيرة للتعاون. ما استمعت إليه في لقائي مع معالي الوزير سامح شكري هو كل التعاون، كل الترحيب، كل الاستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة لليمن في هذا الظرف.